اليوم أصدقائنا أصدقاء قناة كراميش رح نتعلم كيف نصلي تعالوا نشوف كيف بنصلي الصبح بالبداية بنوقف بخشوع بنستقبل القبلة وبننوي الصلاة بنرفع إيدنا بمستوى دنا وبنقول الله أكبر بنحط إيدنا اليمين فوق إيدنا اليسار على صدرنا وبنقول دعاء الاستفتاح سرا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بنقرا الفاتحة وبنقرا صورة قصيرة وبعدين بنقول الله أكبر وبنحط إيدينا على ركبنا وبنقول الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بعدين بنعتدل من الركوع واقفين وبنرفع إيدنا بمستوى داننا وبنقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بنسجد وبنردد سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات <الك> <الك الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى بعدين بنعتدل من السجود وبنقول الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي وبنقول الله أكبر وبنسجد السجدة الثانية الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى بنقول الله أكبر وبنأدي الركعة الثانية تماما كالركعة الأولى الله أكبر وفي النهاية بنقعد نتشهد بنقول الله أكبر وبنقعد نتشهد التشهد الأخير وفي التشهد بنقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بعدين بنسلم وبنبدأ بجهة اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبعدها جهة اليسار السلام عليكم ورحمة الله